السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثامنة من محاضرات المساحة الهندسية في قسم الهندسة المدنية كلية الهندسة جامعة واسط. المحاضرة هذه يعني هي كأنما هي القسم الثاني من المواضيع اللي ناخذها بالمساحة الهندسية واحد بالكورس الأول. هاي المحاضرة راح تتضمن موضوع الزوايا والاتجاهات. يعني احنا المحاضرات ديك القديمة كنا نتعامل ويا المسافات، نتعامل ويا موضوع الليفل، موضوع البروفايل ما بروفايل، الستيشنات ما ستيشنات. هنا أنا راح يعني اكو تحول بالموضوع شوية، يعني حتى الجهاز راح يختلف. الجهاز اللي راح تستخدموه بالعملي هو جهاز الثيودلايت. يعني من تنزل هاي المحاضرة اعتقد انتو اشتغلتوا، المفروض اخذتوا مقدمة عن الجهاز وفكرة الجهاز، ورصدتوا كم زاوية يعني بالعملي مقابل مختبر المساحة. هسه احنا نجي شلون نتعامل ويا هاي الزوايا وشنو فائدة هاي الزوايا. هاي الزوايا يعني انت من تريد تروح الموقع معين وتريد تسقط هذا الموقع، لازم عندك فد اطوال وعندك زوايا بحيث تقدر تسقط بيها هذا الموقع. الموقع هو مو عبارة عن قطعة صغيرة، لا هو موقع احتمال مجمع سكني كامل، يعني بيفد احتمال 1000 وحدة سكنية. فهذا يعني حتى تحدده راح تاخذ نقاط. النقاط اللي تصير داير ما داير هذا المجمع تكون معلومة الإحداثيات، معلومة المسافات بين النقاط، ومعلومة الزوايا بين النقاط. ومن هاي الزوايا والمسافات راح تبدي تحدد أركان هذا المجمع السكني وأركان البلوكات اللي موجودة، وبعدين تبدي يعني تنزل شيئا فشيئا إلى يعني القطع نفسها. فموضوع الزوايا والاتجاهات، الزاوية هي بالمساحة احنا نعرفها نقول هي مقدار انحراف خطين متقاطعين عن بعضهما في نقطة تقاطعهما. اكو 3 عناصر تحدد الزاوية. طبعا اللي هي اول شيء الزاوية منين مقاسة، خط البداية أو المرجع من يا اتجاه، هي بين خطين يعني مشتركين بنقطة معينة. لو أكو فد اتجاه افتراضي، إحنا بالمساحة هنا أكو عندنا اتجاه افتراضي هو راح نتعامل به اللي هو اتجاه الشمال أو اتجاه الجنوب، وعلى الأغلب هو اتجاه الشمال يعني الأكثر استخداماً. يعني اتجاه الجنوب موجود هسه راح نوصل له، بس اتجاه الشمال هو الاغلب. يعني الزاويه تقاس من اتجاه الشمال الافتراضي. يعني انت حتى من هسه حكينا على هذا المجمع السكن اللي تريد تشتغل به، انت راح تفرض اتجاه شمال بحيث تصير كل قياساتك الاحداثيات الايستنج والنورثنج. بالنسبه لكم بعدكم ما اخذتوا ايستنج ونورثنج، نعبر عنها اللي هي الاكس والواي، بحيث تصير الاكس والواي بالربع الاول اللي هو الاتجاه يعني حتى الاكس والواي كله يطلع موجب، ما يطلع عندك اكس سالب وواي سالب. يعني حتى بالنسبه للعراق النظام الاحداثي مال العراق هو مخلينا بالربع الاول، يعني اذا تخلي علامه الزائد الربع الاول مخلين به العراق على مود انه الاحداثيات دائما تكون موجبه. العنصر الثاني اللي هو اتجاه الانحراف، يعني هل هو مع عقرب الساعة أم عكس عقرب الساعة. العنصر الثالث اللي هو المسافة الزاوية اللي هي قيمة الزاوية نفسها. طبعا تقاس الزوايا بوحدات درجات ودقائق وثواني، degree minute seconds. أنا إن شاء الله أتفق ويا أستاذ عقيل بحيث لأنه أكو فد موضوع يحتاج انتو تتدربون عليه، الا يعني موضوع استخدام الحاسبة اليدوية. يعني اكو فد اوبشن معين يراد تستخدموه على موضوع الدرجات. يعني انا راح احاول اقرب الصورة بمثال واشرح عليها، وبس انتم يعني كل طالب يستخدم حاسبته الشخصية هو، وما انصح يبدلها بيوم الامتحان لانه اكو يعني حاسبات مختلفه، فاحتمال يغلط وين هذا الاوبشن اللي موجود. انتم
يعني مر عليكم هسه من كنا نرصد موضوع يعني الباك سايد، موضوع الفور سايد، هاي القراءات اللي كنتوا يعني ترصدوها. يعني على سبيل المثال باك سايد عندك 1.732، من تجي لهذه ال 1.732 هذه بالمتر، هذه بالديسيمتر، هذه بالسنتيمتر، وهذه بالمليمتر. هاي التقسيمات هي اللي موجودة، اللي هي التقسيمات الطولية. التقسيمات الزاوية هنا الموضوع شوية راح يختلف عندكم، يعني ممكن أول مرة هو هذا يعني يمر عليكم، وراح تستخدموه يعني بالنسبة للمساحة. يعني حتى بالكورس الثاني إذا موضوع الزوايا إحنا نشتغل بالزوايا درجة دقيقة ثانية، ما نشتغل بأجزاء الزاوية. إنه على سبيل المثال احتمال انتم استخدمتوا هسه مثلا بالمرحله الاولى بمواد معينه او بالمرحله الثانيه بمواد معينه. على سبيل المثال الزاويه مثلا 30.5 او استخدمتوا على سبيل المثال 67.9، ذني بنظام الدزمر احنا نسميه. احنا نريد نشتغل بيا نظام، نشتغل بنظام نسميه نظام الديجري مينت سكندز. الديجري مينت سكندز شنو يعني؟ شلون كل واحد درجة تساوي لي واحد دقيقة. طبعا هذه علامة الدقيقة هي إشارة فقط، واحد دقيقة عفوا، كل واحد درجة تساوي لي 60 دقيقة، وكل واحد دقيقة تساوي لي 60 ثانية. يعني المثال اللي حكينا عليه قبل شوية ما يشتغل عندنا بعد، ما يعني لأن ما عندنا بوينتات احنا بعد. على سبيل المثال، على سبيل المثال هذا مجموع زوايا المثلث شقد 180 درجة، انتوا تكتبون 180 درجة بهالأسلوب. ال 180 درجة لازم تنكتب بهالاسلوب، 180 درجة مسافة صفر صفر دقيقة صفر صفر ثانية. اكو مسافة هنا واكو مسافة هنا لازم تكون موجودة. يعني شلون من ذاك المثال 1.732 البوينت هي تمثل لي، راح تعبرني للاجزاء مال المتر اللي موجودة. هاي المسافة هي راح تعبرك للأجزاء مال من؟ مال الزاوية. فهذه بالدرجة، هذه بالدقيقة، وهذه بالثانية. هذه جدا ضرورية، يعني إذا ما انضبطت هذه ما راح تقدر يعني كأنما هذا ما تعرف تقرأ أنت. فضروري جدا انه هذه لازم تنضبط، يعني لازم، وهي ما بها اي شيء. يعني انت تقدر حتى بدون استخدام الحاسبه تقدر تشتغلها، بس الموضوع شويه ياخذ من عندك وقت واحتمال تغلط بيه. فهي الاوبشن موجود بالحاسبه، بس لازم تعرف انت هذه شلون راح تتقسم. هسه هذه ال 180 درجه اللي حكينا عليها، 180 درجه، ال 180 درجه قلنا تنكتب بها الاسلوب 180 درجة صفر صفر دقيقة صفر صفر ثانية. هذه نفسها اقدر اكتبها 179 درجة 60 دقيقة صفر صفر ثانية. هذه تنكتب بها الاسلوب. يعني اذا اجاني هسه ال 60 دقيقه، احنا ايش حكينا عليها قبل شويه بالمثال؟ قلنا ال 60 دقيقه تساوي لي 1 درجه. ال 1 درجه وين راح تعبر؟ راح تعبر على ال 179، فراح يصير 180 درجه 00 دقيقه 00 ثانيه. لو ال 60 صايره هنا هذا ما راح يساوي لي هذا. ليش؟ هذا راح يصير 60 دقيقة 60 ثانية عفوا، وها يعني 179 صفر صفر دقيقة
60 ثانية. هاي الستين ثانية هي 1 دقيقة، فهاي شو تسوي؟ تسوي لي 179 درجة صفر 1 دقيقة صفر صفر ثانية. طبعا تقدر تجمع وتطرح بيناتهم، يعني على سبيل المثال ال30 انا يعني بديت ما استرسلت بالمحاضرة لانه ذني كلش مهمات، يعني على سبيل المثال عندي 30 درجة 20 دقيقة 21 ثانية. فإذا أكو زاوية ثانية اللي هي 20 درجة 15 دقيقة 30 ثانية. طبعا موضوع الجمع والطرح يعني تقدر يعني تشتغله بيدك ورقة وقلم، وتقدر تشتغله باستخدام الحاسبة، بس يراد تعرف الأوبشن اللي موجود. فإذا أريد أني أجمعهم راح تصير 1 5 ثانية 20 و15 راح يصير 35 دقيقة 50 ثانية. فلو يعني هسه يعني هذا جمع، راح تقول لي جمع طبيعي ما بيه مشكلة. شغلة يراد تنتبه عليها جدا ضرورية، انه على سبيل المثال الزاوية هي 30 درجة 50 دقيقة 40 ثانية، رد أجمع وياها 20 درجة 15 دقيقة و25 ثانية. هذه من راح أجمعها، شو راح أجمعها؟ ال20 ويا ال25 راح يصير 65. ال65 انا عبرت كانما، لان انا كل 60 ثانيه تساوي لي 1 دقيقه. فذول ايش راح يصيرون؟ راح يصير هذا راح يصير 65، 65 ما اقدر اكتبها 65، ما لها معنى. فايش تنكتب؟ يعني ال60 كانما بالجمع العادي يعني بالامتار، ال60 هي يعني كانما هي ال100. يعني انت من تجمع 5 و5 10 تخلي صفر، والواحد تعبره لهاي الجهه. بنفس الاسلوب هنا احنا صارت عندنا 60، ال 20 ويا ال 25، ال 40 ويا ال 25 راح يصير 65. ال 65 ما اقدر اكتبها 65، اكتبها 0 5 ثانيه وعبر واحد هنا. واحد صفر واحد وخمسه هاي 6، خمسه واحد راح تصير 6، 6 يعني انا ما عندي 60 دقيقة، ال 60 دقيقة هي تساوي لي 1 درجة، راح يصير 0 1 هنا، 1 و0 0 و0 1 3 و2 5 درجة دقيقة ثانية. هذه جدا ضرورية وجدا مهمة انه انت تعود نفسك على استخدام الحاسبة بالسرعة المطلوبة. يعني انت هذه هسه اذا غلطت بدل 0.6 راح تكتب، على سبيل المثال راح تكتب بدل 0.6 راح تكتب 3.6. كل الزوايا، شلون موضوع الليفل من تحسب المناسيب، اذا غلطت بالمنسوب رقم 3 فالمنسوب رقم 50 من 3 الى 50 هذا كله راح يصير غلط. نفس الشيء هذه، انت راح تجيك مثلا 4 نقاط 5 نقاط، يعني 4 زوايا 5 زوايا، اي اتجاه راح تحسبه بعدين راح يطلع غلط. وبالمناسبة هم اكو خطأ اغلاق، وشوي شوية اعقد من ذاك خطأ الاغلاق مال موضوع الليفل. فاتمنى انه هذه يعني واضحة. نرجع للمحاضرة مالتنا، انه احنا الزوايا تصنف الى نوعين رئيسيين اللي هي الزوايا الافقيه والزوايا الشاقوليه. هذه راح تشوفها بالموضوع العملي حسب المستوى المستخدم طبعا للارصاد. الزوايا هذه نفسها تقسم الى انواع، اكو زوايا داخليه واكو زوايا خارجيه واكو زوايا انحراف واكو زوايا الى اليمين. انا ما راح احاول اتعمق الا بموضوع الزوايا الداخليه والزوايا الخارجيه، هم مطلوبه ايضا. زوايا الانحراف اكو عليها مثال هماتين ايضا مطلوب. بس اذا انت اذا فهمت الزوايا الداخليه راح تفهم كل الامور الاخرى الباقيه. الزوايا الداخليه هي الزوايا المرصوده داخل المضلعات. كفد موضوع اريد يعني
أعرج عليه إنه إيش قد عن دائما هذا، يعني بالأيام العادية يعني قبل موضوع كورونا أسأل الطلاب إيش قد مجموع زوايا المثلث، يعني مجموع زوايا المثلث عادي أي واحد هسه تسأله إيش قد مجموع زوايا المثلث راح يقول 180 درجة. طيب إيش قد مجموع زوايا المربع؟ طبعا هذا ما أقدر أقول عليه مربع إذا ما أباوع أكل علامة مال إنه هذه 90 هاي 90 هاي 90 هاي 90. هذه جدا ضرورية هم تنتبهون عليها، لأن هواي طلاب تغلط بالأسئلة وبالأمثلة من يباوع هذه هيك قال هذه رأسا 90، يعني بدون ما يشوف هذه. أهم شيء هذه العلامة، إذا ما موجودة هذه العلامة ما تقدر تعتبر هذه زاوية 90. المهم مجموع الزوايا الداخلية 90 90 90 90 راح تطلع عندي 360 درجة. موضوع جدا بسيط، يعني واحد من الطلاب يقول لي وش دعوة معقد الموضوع. يعني فإذا أجينا هسه ذني مثلث وعندي مربع، مربع نفس المستطيل، يعني مجموع الزوايا مالته 360. لو اجينا لشكل اخر عندي 5 نقاط به، 1 2 3 4، هاي 5، هذه وحدة 2 3 4 5. ايش قد مجموع الزوايا الداخلية؟ يعني واحد بيكم راح يقول يا بقى انا اقدر اشتغلها، هذا اقسمه الى مثلث من هنا وهذا اقسمه الى مثلث من هنا، فهذا المثلث 180، هذا المثلث 180، وهذا المثلث 180. 180 ويا 180 هاي 360، ويا هال 180 اللي هي هذه، فراح تصير 0 6 8 540. مش دعوة معقد الموضوع علينا، يعني تعالوا مجموع الزوايا الداخلية وما مجموع الزوايا الداخلية. انتوا اشتغلتوا بموضوع الليفل وشفتوا حتى تبدون من بنش مارك رقم 5 توصلون للورش وترجعون، اكو مضلعات صارت عندكم، يعني اذا انتبهتوا عليها المضلعات اللي صارت عندكم، يعني مضلعات مو نظامية، يعني مو نظامية، مو جاي اقول عليها مو نظامية يعني مخربطة، لا بس هي مو قياسية، هي لا هي مثلث لا هي مستطيل، يعني انتم صارت عندكم مضلعات، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، يعني يصير عندك هيك مضلع. زين هذا المضلع شلون؟ ايش قد مجموع الزوايا الداخلية؟ لما اجي اقعد اقسم مثلث هنا مثلث هنا ومثلث هنا ومثلث هنا ومثلث هنا، يعني واقعد احسب هذا الموضوع؟ لا، اكو في الطريقه جدا بسيطه وبها قانون جدا بسيط وجدا مهم، انه انا احسب عدد الزوايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 زاويه، هذا المضلع به 12 زاويه. القانون شو يقول؟ مجموع الزوايا الداخلية، مجموع الزوايا الداخلية N ناقصا 2 مضروبة في 180، هذا لأي مضلع. مجموع الزوايا الداخلية هو N ناقص 2 مضروبة في 180. الN شنو هي الN؟ الN هي عدد الزوايا. كم زاوية أنا حسبت هنا؟ 12 زاوية، فراح تصير 12 ناقص 2 مضروبة في 180، فراح تصير 10 مضروبة في 180، هذه مجموعة 1800، 1800 درجة. إذا طالب إلى خلق شوي يقعد يحسب، خليه يقسمه المثلثات إذا يريد، قسم هذا مثلث وهذا مثلث وهذا مثلث وهذا مثلث وهذا مثلث وهذا ما اعرف شو راح يقسم بعد ذني، هذا مثلث هذا مثلث هذا مثلث هذا مثلث، ويقعد يحسب هذا 180 هذا 180 هذا 180 يحسبهن، المفروض يطلع عنده الناتج هو 1800. فهذا القانون جدا ضروري. اذا نرجع نطبق نفس الموضوع على اليمن،
نطبقه عليه من على المثلث، يعني خلينا نشوف انه هذا القانون هو يشتغل على المثلث لو ما يشتغل. يعني هسه هذا المثلث ايش قد عدد الزوايا مالته؟ 1 2 3. اذا اريد اطبق القانون 3 ناقص 2 مضروبة في 180 قد راح تساوي لي 1 في 180؟ 180، يعني ما في مشكلة، مضبوط. اذا اجي على اليمن على المربع، هذا مو مربع، هذا شكل رباعي لانه ما بي هاي الزوايا، فهنا 4 زوايا، فراح تصير 4 ناقص 2 مضروبة في 180، تصير 2 في 180 تساوي لي 360. هذا القانون جدا مهم، يعني هو يعني راح تستخدم، انت راح تستخدمه، اي مضلع راح تشتغلوه راح تستخدمون به هذا القانون. المجموع النظري، طبعا هنا انا حد كل هذا الكلام اللي حكيته الحد المجموع بدون النظري. راح تقول لي ليه هذا المجموع النظري وين شايفيه؟ المجموع النظري شايفيه بالموضوع مال التسوية المغلقة، يعني من انت انا انطيك المنسوب مال النقطة اللي هو الترو الحقيقي، وانت تروح تحسب المنسوب مال النقطة، يعني تروح توصل للورش وترجع تقفل على نفس النقطة اللي بديت عليها، راح يطلع عندك منسوب جديد للنقطة نسميه المنسوب المحسوب. المنسوب النظري اللي هو انا يعني 11.45 مضروب في اي زائد اي مضروبة في 0.7. فهنا احنا لانه راح يجينا موضوع الاخطاء شبيه بموضوع الاخطاء اللي موجود بموضوع الليفل، راح يجي هنا وراح نحتاج المجموع النظري والمجموع العملي، المجموع المقيس، وراح نحسب خطأ الاغلاق ونوزع خطأ الاغلاق ونحسب الزوايا المصححة ونحسب الأطوال المصححة ونحسب الإحداثيات المصححة. فالمجموع النظري للزوايا الداخلية للمضلع هو ان ناقص 2 مضروبة في 180، بالإضافة للزوايا الداخلية فإن الزوايا المقيسة خارج المضلعات يطلق عليها الزوايا الخارجية. الغرض من قياس الزوايا الخارجية هو لغرض التحقق هل هي مجموع قياس الزوايا الداخلية والخارجية عند كل محطة يساوي 360 لو لا. طبعا هذا مثال للزوايا المقيسة. بالمناسبة هذا هو التوب فيو مال من مال هذا المضلع، يعني مو سايد فيو. لغرض التحقق من قياسات الزوايا الخارجية، يعني هسه من ذني الزوايا، يعني تقدرون تتمرنون انه هذه زاوية اي، خل احسب الزاوية الخارجية ايش قد، زاوية بي خل احسب الزاوية الخارجية ايش قد، زاوية سي خل احسب الزاوية الخارجية ايش قد، كل الزوايا الخارجيات احسبهم ذني وبعدين اطبق عليهم هذا القانون. عندنا قانون ثاني اللي هو الان زائد 2 مضروبه في 180 ينطيني مجموع الزوايا الخارجيه. فهذا تقدرون تتمرنون عليه وانصحكم انه تتمرنون عليه. طبعا نجي الموضوع اخر اللي هو الاتجاه. الاتجاه فشي يختلف عن الزاويه. الزاوية هي يعني قيمة زاوية موجودة بين أي خطين. من أقول اتجاه معناها هو الزاوية بين هذا بين فد اتجاه مرجعي اللي هو النورث على سبيل المثال اتجاه الشمال، وبين هذا الضلع، هذا فرق الاتجاه عن الزاوية. فهو الزاوية المقيسة من مرجع ثابت ومعلوم إلى نقطة معينة، وغالبا ما يكون اتجاه الشمال الحقيقي هو مرجع لقياس جميع الاتجاهات، ويمثل الشمال الحقيقي القطب الشمال للكرة الأرضية، يعني اتفقوا على فد شيء معين. طبعا هذا موضوع الاتجاه الشمال يتفرع إلى عدة يعني مواضيع، أكو اتجاه الشمال الحقيقي، أكو اتجاه الشمال المغناطيسي، أكو طبعا اتجاه الشمال المغناطيسي يختلف عن اتجاه الشمال الحقيقي، واكو فروقات جاي تنحسب طبعا يوميا لهذا الموضوع. هذه خارج موضوع دراستكم، خارج موضوع السيلبس مالتكم، انتم موضوعكم هو يعني المساحة المستوية.
ساعدنا مثال هذا اتجاه الشمال هو هذا اللي موجود اتجاه الشمال النورث. اتجاه اذا انا انطي اتجاه الخط اي بي فهو الزاوية من النورث لحد هذا الضلع اللي هي هذه الفا واحد، ومن انطي اتجاه الضلع اي سي فهو الفا اثنين. اذا اريد اطلع الزاوية اي اللي هي سي اي بي او بي اي او اور بي اي سي فهي الفا اثنين ناقص الفا واحد. موضوع آخر اللي هو موضوع أرباع الدائرة، طبعا هنا هسه أشبه بالمواضيع صار أشبه بالأحجية، من يعني من يلتمن بمثال راح تفهم هذه شنو. أرباع الدائرة احنا المستوى الأفقي يساوي لي 360 درجة، يعني كل الزوايا، طبعا اكو بالمناسبة اكو 400، اكو نظام 400 درجة مو 360 درجة، يعني ما عندهم 90 عندهم 100، بس هذا يعني ما احنا ما مطبقينه بالعراق. احنا الزوايا مالتنا تتراوح بين 0 و 360 درجه، فيراد ننتبه على النسب المثلثيه انه اكو موجب واكو سالب واكو كذا واكو كذا. ف لحسن الحظ يعني، هو مو لحسن الحظ بس انه هذا الموضوع هو مثبت بالحاسبه اليدويه العاديه، انه انت موضوع النسب المثلثيه ساين والكوساين اشارتها تطلع موجوده وين؟ موجودة بالحاسب، يعني مجرد أن تطي الساين مال فلان زاوية راح يعطيك يعني سالب أو موجب. بس إذا تشتغل بأرباع الدائرة، يعني إذا تشتغل بالنظام الربعي اللي راح نحكي عليه بعد شوية، هذا كل الزوايا من الصفر للتسعين وينضاف لها حرفين. فهذا يراد يعني أنه أنت ببالك موضوع السالب والموجب مال النسب المثلثية. فالربع الثاني بين الشرق والجنوب، الربع الثالث بين الجنوب والغرب اللي هو من هنا، يعني شغله واحده يرى تنتبهون عليها جدا مهمه، انه انتم عندكم هسه بالرياضيات تشتغلون انه تشتغلون عكس اتجاه عقرب الساعه، انه يعني هذا اتجاه الشمال، اتجاه الجنوب هذا ايست هذا الويست. بالرياضيات عندكم هذا الربع الأول هذا الثاني هذا الثالث هذا الرابع. بالمساحة لا، هذا الربع الأول هذا الربع الثاني هذا الربع الثالث هذا الربع الرابع، يعني هذا الاختلاف انتبهوا عليه. ممكن أقول لك يابا بزاوية هالقد او الاتجاه هلقد بدون الحروف بالربع الثاني، فانا ما احتاج اقول لك بالربع الثاني بالمساحه، انت يعني ماده المساحه هذا الربع الثاني ما بيها مجال. فموضوع السالب والموجب انت ما تحتاج تحفظهن لانهن موجودات هناك، بس يحتاج انه تتخيلهن على مود من تحسب الاحداثيات مال النقاط تعرف انت حلك صح لو غلط. هاي الزوايا هسه على سبيل المثال، هذا مثال انه هذه الزاويه بالربع الاول، هذه الزاويه بالربع الثاني، هذه الزاويه بالربع الثالث. هسه حكينا على موضوع ارباع الدائره، حكينا على موضوع الاتجاه. اكو عندنا انواع بالاتجاه، الاتجاهات طبعا. انا اختزلت مو يعني على مود هاي السنه، لا يعني قبل سنتين 3 سنين اختزلت انواع الاتجاهات، يعني ما نزلت كل الانواع اللي موجوده لانه تربك، يعني انتو تربككم وما راح تستخدموها. فنزلت فقط اهم نوعين اللي هو الاتجاه الدائري الكامل اللي هو الازيموث، ونزلت الاتجاه الربع دائري. ذن الاثنين راح تلقوه الموجودات يطبقا يعني حتى بالدوائر الرسميه بالمخططات بالموارد المائيه بوزاره الري، الاثنين راح تلقوه. اما ذن الباقيات يعني نادرا ما راح تلقوه. فالاتجاه الدائري الكامل، الاتجاه الدائري الكامل هو زاوية المقيسة من الشمال الحقيقي باتجاه عقرب الساعة، يعني من الصفر ل 360 درجة، ويسمى أزيموث، الاتجاه السمتي. فيقال بأن الاتجاه السمتي للضلع أي بي، يعني
يساوي 60 بالربع الأول، الاتجاه السمتي 110 هذا بالربع الثاني راح يصير، بينما 230 إذا صارت الـ AD بالربع الثالث. وين الـ AD؟ إذا وقع وخو علي من 230 والـ AD 230 وين تصير؟ الـ 230 وين تصير؟ نجي نرسم الاتجاه، وين راح ترسمون هذا الاتجاه؟ North, South, East, West. الـ 230 أنا من هنا عندي 180، 203 وهذه 270. الـ 230 راح تصير من هنا لحد لهنا، يعني هذا هو هذا هو الاتجاه AD، وال 230 راح يصير من هنا لهنا، لأن هذه من هنا 180 مستحيل راح تعبر ال 270، لأن هو جاي يقول 230. وال 325 بيها ربع، بس هذا الربع الأول ثاني ثالث، هذه مضبوطة. 225 بيها ربع، بس نتأكد من عندها 325. 325 North, South, East, West. 325 هذا 270 وهاي 360 ونفسها صفر، فهذه صايرة هنا. فهو هذا الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث، وهذا الربع الرابع. هذه ال 325 راح تصير منا لهنا، منا لهنا، منا لهنا، خلينا نغير اللون، منا حد لهنا هي 270. النوع الثاني من الاتجاهات اللي هو الاتجاه الربع دائري، هذا بأهمية اتجاه الأزيموث اللي حكينا عليه قبل شوية، طبعا بدون حروف اتجاه الأزيموث. النوع الثاني يقول يا بقى أنا الزاوية اللي يعني الاتجاه اللي يعني اللي أنطيك إياه هو الزاوية المقيسة، راح أعطيك من الشمال أو من الجنوب، أنا ما أريد الزاوية تعبر عن 90 مثلا، وراح أعطيك خيار آخر إنه يا بقى أسمح لك تشتغل عكس عقرب الساعة أو مع عقرب الساعة، فقط بالاتجاه الربع دائري. فالزاوية راح تصير بين الصفر وبين التسعين، ولا يجوز أن يزيد هذا الاتجاه عن تسعين مطلقا، كما لا يجوز إسناده إلى الشرق أو الغرب. فإذا كانت الزاوية 32 درجة 21 دقيقة و17 ثانية، اتجاه الضلع OA يكتب North 32 درجة 21، اتجاه الضلع OC، هذه أمثلة بعد موجودة، اتجاه الضلع OC إذا هذا بالربع الثاني طبعا، اتجاه الضلع OB ساوث ويست، اتجاه الضلع نورث ويست الOD، الOD ينقاس منها اللي هي هاي الثيتا 4، اتجاه الضلع OA اللي هو الثيتا 1، اتجاه الضلع OC ينقاس منها. يعني لازم أنت تثبت عندك إما من الشمال أو من الجنوب بالنسبة للاتجاه الربع دائري، ما يزيد عن 90 ونرفق وياه حرفين حتى نعرف هذا بيا اتجاه. هذا الجدول ملخص لمقارنة بين الاتجاه الدائري الكامل وبين الاتجاه الربع دائري، هذا بين الصفر والتسعين، وهذا بين الصفر وثلاثمية وستين، هذا قيمة عددية فقط، هذا لازم أكو حرفين. الأزيموث يقاس باتجاه عقارب الساعة، هذا باتجاه وعكس اتجاه عقرب الساعة، هذا من الشمال فقط، هذا من الشمال أو من الجنوب. طبعا هذا أكو طريقة إنه أنت شلون تحول بين الربع الأول والربع الثاني والربع الثالث، أنا ما حافظها هذه ولا أحفظها، أنا أشتغل رسم، يعني أرسم النقطة وأشتغل على أساسها. موضوع عندنا موضوع تحويل الاتجاهات، إذا وقع خط ما في الربع الشمالي الشرقي، شمال شرق يعني هذا بالربع الأول، هذا الرسم اللي على اليسار، شكل زاوية مقدارها 25 درجة و35 دقيقة. باعوا انتبهوا، 25 درجة و35 دقيقة هسه هنا، يعني أنت الموضوع كل حساباتك لازم تكون بعد، يعني لازم تتعلم للحاسبة أنه موضوع درجة دقيقة ثانية اللي حكينا عليه قبل شوية، جدا ضرورية.
فالاتجاه السمتي الازيموث يساوي لي 25 درجه 35 دقيقه، لانه هذا هو من الاتجاه السمتي هو فقط من النورث، بينما اتجاه الربع دائري لازم اخلي له الحرف وين؟ لانه احتمال من الجنوب. لانه اذا هذا الاتجاه صار منا الى هنا، يعني الرسم اللي على اليمين، فهذه لازم اطرح من عندها 360. يعني انا هسه ال 59 درجه 39 دقيقه 50 ثانيه، ايش راح تسوي لي هنا؟ ايش اكتبها بالبيرنج؟ راح اكتبها نورث 59 كذا كذا كذا. اذا الازيموث يساوي لي 329 درجه 329 درجة 329 درجة وين صايرة؟ صايرة هنا، هذه ال 329 درجة هي منا اللي هنا، هذه بالأزيموث. إذا أريد أحولها للبيرنج هاي 329 درجة، ما راح أكتب الكسور الباقية مالتها، راح أكتبها بس 329، يعني حتى لسهولة، يعني انه اوضحها. فحتى احولها للبيرنج، البيرنج هنا منين لوين؟ البيرنج اما من هذه نورث ساوث ايست ويست، هذا بما انه من النورث لحد لهنا، البيرنج يشتغل اما من النورث او من الساوث مع عقرب الساعه او عكس عقرب الساعه، بشرط ما تصير اكثر من 90. فاذا اشتغلت من الساوث راح يعبر ال 90، اذا اشتغلت من النورث راح يعبر ال 90. فالبيرنج هنا وين راح يصير؟ راح يصير هذا. اول شيء انزل الحرفين، انزل نورث وانزل الويست، ولازم اقيس هاي الزاويه. ايش قد تصير عندي هاي الزاويه؟ هاي الزاويه راح تطلع عندي 360 ناقصا 329، وهذه تساوي لي 31 درجه. طبعا اذا اكو كسور 329 كذا كذا، هذه هماتي لازم تنكتب هنا، يعني من تنطرح، لأن هذه هي 360 درجة 00 دقيقة 00 ثانية. ونفس الشيء بالنسبة لل 210 وال 130، يعني هذه حاولوا أنتم ترسموها وتستنتجون هذا الرقم بفهم الاتجاه الخلفي. احنا كل اللي حكيناه لحد هسه، احنا جاي نحكي على اليمن، نحكي على الاتجاه الامامي. الاتجاه الامامي شنو؟ يعني انا عندي هذه نقطة A وهذه نقطة B، وهذا طول الضلع AB. انا هسه جاي اقول اتجاه الضلع AB بالطول، طول الضلع AB، طول AB يساوي لي طول BA، بس بالاتجاه. إذا قلت هذا يابا جاي منين؟ جاي من النورث، الاتجاه هو هذا من هنا. اتجاه الضلع AB لا يساوي اتجاه BA. اي هذه انتبهوا عليها، ما يساوي. فاذا قلت انه اتجاه الضلع اي بي، هذه اي وهذه بي، لانه هي كل نقطه تتوجه لاتجاه الشمال، يعني من اريد احسب الاتجاه لذاك الضلع، هذا هو اتجاه الشمال وهذا هو اتجاه الشمال. طبعا هذا يوازي هذا، لأنه المسافة بعيدة، القطب الشمالي بعيدة. فمن أنطي اتجاه الضلع أي بي، راح أقول يابا هذا هو شقد؟ هو 57 درجة 30 دقيقة، ما راح أكمل وراها. هذا يعني شلون صاير؟ إذا أجي أنقط بكل نقطة لازم تستخدم هاي الطريقة، هذه إيست، هذه ويست، وهذه ساوث.
فاتجاه الضلع اتجاه الضلع اي بي هو 57 درجه. اتجاه الضلع بي اي طبعا هذا يوازي هذا. اتجاه الضلع بي اي هو منين؟ هو منا لهنا اذا اشتغلت ازيموث، ومنا لهنا هلا غير اللون لا تخبط عليكم، منا لهنا اذا اشتغلت بيرنج الاتجاه الربع دائري، هذا شنو؟ هذا ازيموث. لانه انا بادي من الشمال ومع عقرب الساعه، بينما هنا انا بادي منين؟ بادي من الجنوب من الساوث وماخذ هاي الزاويه اللي هي يعني اقل من 90. بالبيرنج متساويات، البيرنج هاي الزاويه تساوي لي هاي الزاوية بالتبادل، وهاي الزاوية إذا تريد شوية تدقق بعد تساوي لي هاي الزاوية، هاي الزاوية هاي طبعا هو راح تستخدموها تساوي لي هاي الزاوية. يعني البيرنج مال من؟ مال بي مال اي بي، البيرنج شو يساوي لي؟ يساوي لي نورث 57 درجة ايست. البيرنج مال من؟ مال بي اي شو يساوي لي؟ يساوي لي ساوث 57 درجة، يعني فقط قيمتها تساويها ويست، بس الحروف تكون شنو؟ بالعكس. بالازيموث اذا جينا ردنا نحكي على الازيموث، فالازيموث مال اي بي مال اي بي راح يساوي لي هو من النورث 57 درجة. الازيموث مال بي اي راح يصير هو هذا من لهنا. فش راح يصير؟ راح يصير الزاوية من لهنا ايش قد؟ 57 زائدا 180، يعني ازيموث مال بي اي راح يساوي لي 180 زائدا 57 وتساوي 237. هذا إذا مظلة عندك بعشر نقاط، هاي العملية راح تشتغلها بالعشر نقاط. هذه حكينا على موضوع الاتجاه الخلفي هسه بمثال، وهذا هماتين أكو مثال ثاني. هاي المحاضرة حاولت أخليها شوية مختلفة عن اسلوب ونظام ذيك المحاضرات، لانه ضروري جدا انه يعني ارسم لكم، يعني مو بس انه هذه هي ارقام تجمعوا وتطرحوا هذه. ودمتم بود وعافية.